دلوقتي زي ما احنا متعودين بنروح مع حضراتكم لاخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه مع مراسلتنا الجميله هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا انا بصبح عليكي طبعا انا وكريم وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نهاوند ويا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وخليني أنقل لكم آخر أخبار النادي. خلوني في البداية أبدأ بأخبار الفرق الرياضية. الفريق الأول لكرة القدم النهاردة هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعة 3 العصر على أن يبدأ المران الساعة 4 العصر، طبعا استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة الساعة 9 مساء على استاد الأهلي والسلام. يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق وان شاء الله يقدر يكون في مستوى عالي وكمان يحقق نتيجه ايجابيه. كمان اللاعب حمدي فتحي امبارح خاض الحقيقه كشف طبي للاطمئنان على الاصابه وحالته الصحيه. طبعا كلنا عارفين ان هو قام باجراء عمليه جراحيه في الكوع بعد اصابته مع المنتخب الوطني. طبعا نتيجه الفحص الحقيقه ان هي هتظهر النهارده، هتحدد بقى مده غيابه وكمان البرنامج العلاجي والتاهيلي للاعب. يعني طبعا بنتمنى له كلنا الشفاء العاجل وان شاء الله هو يرجع يشارك مع الفريق في اقرب وقت. ده بخصوص الفريق الاول لكره القدم. تعالوا دلوقتي نروح للالعاب الاخرى ونبدا بالجمباز. يعني يمكن بجانب الخبر اللي انتم قلتوه ليه علاقه بتتويج رجال الجمباز ببطوله الجمهوريه، كمان الحقيقه ان امبارح كان توج ناشئين الجمباز تحت 12 سنه ببطوله الجمهوريه، قدروا يحققوا الحقيقه 20 ميداليه مختلفه وعملوا اداء كبير جدا. كان بيمثل النادي الاهلي اللاعب احمد نائل، محمود مجدي، مروان محمد، احمد وائل، احمد عبد الوهاب، محمد احمد، عمر سمير، محمد سامح، وعلي احمد. طبعا الحقيقه عملوا اداء كبير، حابة ابارك لهم بجانب طبعا فريق الرجال، ببارك لكل جهاز الجمباز. يعني الحقيقه دايما كده النادي الاهلي في المقدمه. خلونا دلوقتي نروح للعبه كره اليد. رجال كره اليد بالفعل غادروا الاسكندريه منذ دقائق استعدادا لمباراه غدا هتكون امام فريق الاولمبي طبعا باسكندريه ضمن منافسات الجوله الاخيره من بطوله الدوري. النهارده الفريق هيخوض تدريب الساعة 6 مساء ضمن طبعا الاستعداد للمباراة، وكمان هيكون عنده مباراة يوم الجمعة امام سبورتنج ايضا في الاسكندرية. ان شاء الله يحققوا نتيجة ايجابية في المباراتين ويرفعوا عدد نقاطهم في بطولة الدوري. ايضا سيدات كرة اليد النهاردة عندهم تدريب الساعة 6 مساء استعدادا للمباراة القادمة اللي الحقيقة هتكون امام الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري. زي ما احنا عارفين ان هم بدأوا خلاص في مرحلة المباريات المجمعة، والحقيقة ان كلنا عارفين ان مباريات نادي الزمالك بيكون ليها طابع خاص والفوز فيها بيكون ليه طعم خاص، لكن احنا عندنا ثقة كبيرة جدا في سيدات كرة اليد وان شاء الله يحسموا المباراة لصالحهم. خلونا دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة ايضا بيواصلوا تدريباتهم النهاردة الساعة 5:30 مساء استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون امام فريق الصيد بنادي الصيد يوم الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة الدوري. والحقيقة المباراة دي مميزة جدا، لان لو سيدات كرة الطايرة قدروا يحسموها بنتيجة ايجابية لصالحهم هيكونوا حسموا بطولة الدوري لهذا الموسم. الحقيقة انه كمان سيدات كرة الطايرة حتى الان محققين العلامة الكاملة، قدروا يفوزوا في جميع المباريات وان شاء الله يكملوا على هذا المستوى عشان يكونوا حسموا بطولة الدوري بدون ولا هزيمة. والحقيقة ان هو ده يعني لا جديد يذكر، هو ده سيدات الحقيقة ذهب سيدات كرة الطايرة. كمان الحقيقة سيدات كرة السلة عندهم النهاردة مباراة امام الشمس ضمن منافسات بطولة الدوري، دي طبعا الدور الربع النهائي من بطولة الدوري. زي ما احنا عارفين انه بيتلعب best of three، يعني هم لعبوا المباراة الاولى وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة ايجابية بنتيجة 71-64. النهاردة هتكون تاني مباراة، لو قدروا سيدات كرة السلة يحسموا المباراة لصالحهم مش هيكونوا محتاجين يلعبوا المباراة التالتة، وهيكونوا تخطوا عقبة نادي الشمس وبيقربوا بقى خطوة اكتر من حسم بطولة الدوري. طبعا بتمنى لهم كل التوفيق في مباراة النهاردة وان شاء الله يحققوا نتيجة ايجابية. دي كانت اخبار الفرق الرياضية. كمان معانا خبر ليه علاقة بالأنشطة داخل النادي. اللجنة العليا للجان والإدارة التنفيذية بالتعاون مع الشركة القابضة للماء بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتعلن عن إقامة الحقيقة فعالية غدا بفرع مدينة نصر تحت شعار كل نقطة بتفرق. طبعا خلال الفعالية هيتكلموا عن ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها. اليوم هيبدأ الساعة 3 العصر حتى 9 مساء، هيكون في أنشطة مختلفة، أنشطة ترفيهية وكمان
كمان تفاعلية، والحقيقة هو هيكون يوم مميز، فياريت جميع الأعضاء يكونوا متواجدين ويشاركوا في هذه الفاعلية. يعني دي كانت أبرز وأهم أخبار الفرق الرياضية وكمان الأنشطة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. كلها أخبار حلوة وإيجابية يا هنا، أنا بشكرك جدا على التغطية دي حبيبتي، شكرا ليكي. تعالوا بقى